المختلفة للمنتخب لتأهيل اللعيبة لكل البطولات سواء كانت القارية أو الدولية، وده اللي هنتكلم فيه وبالتفصيل مع كابتن محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسنج اللي منورنا في حلقتنا النهارده. صباح الفل يا فندم، أهلا بحضرتك. صباح الورد، أنا اللي سعيد والله إن أنا معاك. نورنا والله، أهلا. بونجور يا كابتن، ده يعني ده بيتك. إحنا طبعا على مدار سنوات ماضية كتير جدا كان لنا لقاءات متعددة، وكل حلقة بيبقى فيه جديد في هذا الملف. طبعا يمكن النهارده هبدأ بقى بالتعاون مع أذربيجان. وليه التعاون مع أذربيجان تحديدا؟ يعني ايه وأهمية ده كمان لمصر؟ خلينا نقولها بهذا الشكل، هذا البروتوكول في التعاون. لو انا ربطت الحلقه دي باخر حلقه كنا فيها مع بعض، أذربيجان كتير، أذربيجان أذربيجان أذربيجان. لو ربطنا الامور ببعض، اخر حلقه كنا مع بعض وكنا بنتكلم ازاي اللعبه انتشرت جوه مصر. بالظبط، ده كان نتيجته ازاي نعمل نتائج. نتيجته ان احنا اول عربيه، نتيجته ان احنا اول افريقيا. حاليا الاول عربيا وافريقيا. واول افريقيا. هايل. اول افريقيا، افريقيا بتاهل ست لاعبين الورلد كومباكت جيمز، اهلنا منهم ثلاثه في نفس البطوله. الناس مش متخيله ازاي مصر الدوله اللي هي المفروض ككيك بوكسنج فيها مش بقاله فتره طويله ازاي يجي. يعني عايز اقول لك كان من اقوى المنتخبات العربيه الموجوده منتخب المغرب، قابلناهم اول اربع لقاءات بينا وبينهم كسبنا الاربع لقاءات. الامر بالنسبه للناس مردوده كبير، مصر بتفوز، مصر المركز الاول في افريقيا. ده خلى انظار العالم اللي بيجهز برضو للبطولات العالميه الجايه، بيجهز ان احنا لعبتنا ان شاء الله 2028 في الاولمبياد، بيفكروا هنلعب مين. دي هتبقى المشاركه الاولمبيه الاولى للرياضه دي، لرياضه الكيك بوكسنج ان شاء الله. المنتخب الاذربيجاني من اقوى المنتخبات اللي موجوده في اسيا. رئيس الاتحاد الاذربيجاني، كل الرياضات القتاليه في الحته دي من العالم محصوره. حقيقة الدوله نفسها مهتمه قوي بالرياضه دي. نائب رئيس البرلمان الاذربيجاني هو رئيس الاتحاد الاذربيجاني. هم بيفكروا ان هم يتسيدوا العالم في اللعبه دي، فبيدوروا مين المنتخبات القويه اللي ممكن تنافسهم، فخدوا اختاروا مصر كاقوى افريقيه. بس جولنا بعناصر، هي عناصر المنتخب القومي بتاعهم الاول عناصر قويه جدا، يعني كلهم مصنفين عالميا. احنا ما خدناش الخطوه دي لسه، احنا لحد دلوقتي احنا عربيا احنا افريقيا، لكن عالميا بنرتب نفسنا، بنرتب اوراقنا كويس قبل ما نطلع الخطوه دي. حطوا عينيهم علينا وجايين يلعبونا، وفي حساباتهم ان هم يعني هيبقى ماتش سهل. لكني لو حضرتك اللي تابع اللقاء، كان موضوع صعب قوي. مباراه لينا، مباراه ليهم، مباراه ليهم، مباراه لينا، منافسه. الله، طب ده احنا كده ما نقلش عنهم عالميه بقى. عالميه ما نقلش، ولكني التجهيز، حضرتك قلت ان احنا بنجهز بافضل صوره، احنا بنجهز بافضل صوره طبقا للمتاح اللي بيخلينا نحقق افضل نتائج. المتاح كافي. بص حضرتك، لما تكون شاطر في مجالك، واحنا بندعي ده عشان احنا كلنا اولاد اللعبه، تعرف باقل امكانيات تعمل اكبر نتائج. لو انا قلنا ان في ملف المصري ان اللعبه انتشرت في مصر بشكل كبير، فبقينا المنافسه في مصر في منافسات متعدده نطلع منها افضل عناصر. طبعا. الامانه في الانتقاء العناصر الافضل لتمثيل المنتخبات القوميه، وجودهم واعدادهم الاعداد الصحيح او الاعداد المناسب لامكانياتهم، ده البدايه للتوفيق جوه البطوله. لان انت ممكن يبقى لاعب فنيا عالي لكن نفسيا ناقصه حاجات. ممكن يبقى هو مقاتل لكن فنيا ناقصه حاجات. لما نكمل ده، لما نختار صح، لما نختار افضل العناصر، كانت نتيجته هو التوفيق في البطوله العربيه الصعبه. الصعبه في البطوله الافريقيه اللي رئيس الاتحاد الدولي بقى مبهور، يعني كان موجود وكان حاضر البطوله، مبهور بايه ده المنتخب المصري، ازاي وصل في ايفنت انه يأهل للعدد ده، ازاي يفوز بالمباريات دي. عايز اقول لحضرتك ان اليوم الاول للبطوله، المنافسين مش هسميهم، يعني كنا بنركب مع بعض باص واحد، اللي هو الفريق الاقوى في افريقيا اللي قبل كده، اللي كان البطل اللي قبل كده، بنركب مع بعض باص. اول يوم بنرقص مع بعض، ثاني يوم بنسلم على بعض، ثالث يوم ما بنتكلمش بعض، رابع يوم اتصالحنا في الاخر. تحريم بعض ضرب. اتصالحنا في الاخر، الناس خلاص ايقنت ان في منتخب اسمه المنتخب القومي المصري للكيك بوكسنج، بياخدوا خطوات بقوه. الناس دي بتفكر في العالميه. احنا مسافرين ان شاء الله كبحر متوسط، اول بطوله بحر متوسط لينا. انا يعني عندي امل كبير قوي، لو تبقى نقطه حوار، ان منتخبنا اللي رايح، احنا هنسافر لاول مره بالبراعم، سوري، بالناشئين وبالشباب وبالعموم، بمراحل الصغيرين، عندي ولاد وبنات. ولاد وبنات، بنات اهم حاجه، قواعد حد انا برضو بقول انا يعني عارف عارف النقطه دي. اعداد اختيار جيد، اعداد جيد، ان شاء الله نتائج جيده. فكر للمستقبل، اذا كنا قلنا انتشرنا جيدا، بنحاول نحقق على المستوى اللي احنا وصلنا له لحد دلوقتي نتائج جيده، الخطوه الجايه افضل،
فاكر انا كنت وعدتك ووعدنا كل المصريين ان 2028 اكبر ميداليات اولمبيه اكتر ميداليات اولمبيه من وسطينا ان شاء الله. من وسطينا احنا هناخد الوعد ده لغايه 28. كنت بقى في قناه الاهلي، كنت في ابو ظبي، كنت في امريكا، هسالك. اه طبعا. بجد. بصي عايز اقول لحضرتك، كنت قاعد في مؤتمر قريب مع رئيس الاتحاد الدولي وبيتكلم فيه ان في فرق بين الحلم والتخطيط يعني لو انا مجرد اللي انا بقوله دوت مجرد كلام هيبقى حلم، مجرد حلم. هو الحلم بيبقى حقيقه بالتخطيط الصح وبالسعي وكل حاجه. التخطيط الصحيح وتنفيذ وعمل واقعي عشان توصل لده في يوم من الايام توصل له. خلاص هو يعني هي دي الطريقه. ده وعد منك كابتن محمد طبعا ان شاء الله، ومش وعد عشان يثقل على حضرتك المسؤوليه، بس وعد علشان احنا نفسنا فعلا ان شاء الله. انا عارفه ان احنا مش هنشارك الكيك بوكسنج مش في باريس 2024 بالضبط. ان شاء الله هيكون موجود في امريكا 2028، فنتمنى ان الوعد ده فعلا يكون حقيقه وفعلا المنتخب المصري يقدر يحصل على ميداليات ذهبيه، لان احنا نستحق ذلك، ولان بصراحه انتوا عاملين شغل حلو. يعني النقطه اللي حضرتك اتكلمت فيها بتقول انا عندي افضل الاختيارات، بس عشان الناس برضو وانا وكريم يبقى الصوره واضحه لنا بشكل سليم، افضل الاختيارات دي بتبقى وفقا لانهي معايير بيتم الاختيار على اساسها؟ حطينا معايير واضحه لكل اللاعبين في مصر. شكوى اللاعبين ولادنا في الالعاب الفرديه ان احنا ما بناخدش حقنا، ان احنا بعض اللاعبين بيفكروا بالطريقه دي، فلما تحط لهم معايير واضحه ازاي تبقى لاعب منتخب قومي وازاي جوه المنتخب القومي توصل انك تمثل مصر وازاي نحافظ عليك عشان نكمل، لو ده واضح بالنسبه له فبيبقى هدف يمشي عليه الولد من هو صغير. والاختبارات اللي في الاول طبعا اللي بيتم التقييم على اساسها والانضمام من عدمه. لا احنا عملنا طرق مختلفه للوصول لجوه تجارب المنتخب القومي. رقم واحد عملنا بطوله الجمهوريه للانديه، انديه مصر كلها بتنافسوا في منافسه واحده، البطل اللي فيها بيخش المنتخب القومي. هي الكيك بوكسنج موجوده في كل الانديه المصريه او في جزء كبير منها؟ في معظم الانديه المصريه. تمام. واحد. اثنين عملنا بطوله الجمهوريه المناطق، بنعمل تصفيات في كل منطقه. المنطقه الاوائل اللي فيها بيلعبوا بعض عشان يطلع اول مصر اللي بيبقى بيخش جوه المنتخب القومي. أوكي. عملنا قطاعات، بطوله اسمها بطوله القطاعات، مجموعه محافظات الاوائل فيهم بيخشوا جوه المنتخب القومي. الولاد دول اللي بيخشوا جوه المنتخب القومي جواهم بنعمل تصفيات. في نقطه اخيره بس عايز اوضحها لحضرتك وكل اولياء الامور اللي بيمارسوا الكيك بوكسنج في مصر دلوقتي، احنا عملنا نظام مسابقات محلي مختلف عن الدولي يساعدنا في تاهيل افضل العناصر. مختلف في ايه؟ هقول لحضرتك، احنا الاتحاد الدولي في نظامه بيعمل المراحل السنيه 3 سنين 3 سنين، احنا قسمناها سنه، ده بيدينا تكافؤ فرص اكتر، بيخلينا نحافظ على المنتخبات الولاد اللي طالعين. سنه سنه بمعنى ان المنافسه هتكون محصوره مثلا بين مواليد 2007 او 2000 وكذا او صح كده، فكده بيطلع لي بطل 2007، بطل 2008، بطل 2009. بلاعب الثلاث ابطال دول انا حافظت على البطل الكويس الصغير في السن ان هو بطل جمهوريه. وعارف ان هو بطل جمهوريه ولكنه بيلاعب سن اعلى منه. أوكي. طب منتخب العموم عملنا فيه ايه؟ احنا العموم في بطوله العالم بنلعب من اول 2004، لا عملنا مرحله عموم الف وعموم ب اللي هم الولاد ال 19 سنه. اوكي. ال 20 سنه 18 سنه السن ده خايفين عليه لانه ممكن من اول مباراه يلعب البطل القوي اللي عندي. فبعمل له لوحده منتخب يجهز يلعب المنتخب الاول. الامور الفنيه دي بتساعدنا ان الولاد انتقاء صحيح مع تجارب فيها عداله، بيبقى الولد عارف الطريق ازاي، عارف يوصل ازاي، مش محتاج واسطه عشان يوصل، هو عارف طريقه ازاي. انا عشان اكسب يعني لما بيجي حد يكلمني على اللعبه انا بقول له انا بتكلم عن اللاعبين مش بلساني، بتفرج عليهم جوه الايفنت. جوه الايفنت ما هو احنا عندنا ابطال كتير الحمد لله في الفتره اللي فاتت. جوه الايفنت جوه المباراه بيتحدد مين البطل، دايما ولادنا بيقولوا البطل بدراعه. الولادنا بقى في بينهم اشاعه اللي هيعيش هيكمل، يعني البطل حقيقي هو اللي هيكمل مش باي طريقه ثانيه، يبقى اللي بيمثل مصر هو الافضل. اثنين بتحاول تجهزه التجهيز المناسب، يعني احنا بنلعب منتخب لف العالم قبل ما يجي يلعبنا، واحنا بنلعبه طبقا لامكانياتنا المتاحه واللي احنا راضيين بيها واللي بنشتغل من خلالها وهنعمل احسن او هنعمل احسن من كده كمان ان شاء الله. بنقدر نجهزهم التجهيز الجيد اللي بيخليهم يوقفوا في المنافسه رجاله. الاساس ده فين؟ ان اصلا شعبنا المصري ده شعب رجاله، شعب اصلا مقاتلين، بيطلع لنا منه ولاد جواهر، بس مين اللي حافظ على الجواهر دي؟ عندك موروث بقى بعيدا عن دنيا الرياضه، عندك موروث سينمائي تحديدا حبب مصريين كتير جدا في كل اشكال الرياضات القتاليه، من اول افلام بقى بروسلي وجاكي شان والى اخره، يعني مش بتكلم على نمط معين من الرياضه، انا بتكلم على الرياضات القتاليه بشكل عام. وعلى ذكر الجمله حضرتك قلتها اللي هيكمل هيعيش، في كتير من الاهالي ممكن يبقوا حابين ان ولادهم يمارسوا الرياضه دي.